أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن التعليم من القطاعات التي تحظى بكامل الاهتمام والرعاية، كونه محور ارتكاز لكافة مسارات التطوير المنشودة، وهو الذي يؤسس مستقبل أبناء الوطن ويشكل دورهم في خدمة وطنهم، فالخريجون اليوم هم أساس الحاضر المزدهر والمستقبل المشرق. مشيرا إلى أهمية الاستمرار في مواكبة أساليب التعلم الحديثة التي تحفز على الإبداع والابتكار وتكفل مواصلة الريادة وتتوافق مع متطلبات سوق العمل بما يسهم في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظ الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الدكتور كيران أوكاهون الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين، حيث اطلع سموه على أهم مضامين استراتيجية بوليتكنيك البحرين التي تهدف لمواصلة تطوير البرامج التي تقدمها الكلية بما يسهم في رفد سوق العمل بالمخرجات التي يحتاجها وفق أعلى المعايير والممارسات التعليمية. وأشار سموه إلى اهتمام مملكة البحرين بالتعليم كونه الأساس لنجاح الاستثمار في الكوادر الوطنية وتأهيلها لتكون أحد مرتكزات أفاق التنمية والتطوير في المملكة، لافتا سموه إلى أن العالم اليوم يشهد تسارعا في مختلف مجالات العلم والمعرفة، لذا يجب العمل على مواكبة الدائمة لكافة المستجدات من أجل إنجاح برامج واستراتيجيات بناء القدرات الوطنية وفقا للمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل. وأكد سموه على أهمية ما تقدمه كلية البحرين التقنية بوليتكنيك البحرين من برامج تعليمية متوافقة مع متطلبات سوق العمل وتوازن بين التدريب العملي والتعليم الأكاديمي وما تشكله بوليتكنيك البحرين من إضافة نوعية لمبادرات تطوير التعليم الفني والتقني والتطبيقي في مملكة البحرين، منويا سموه بجهود رئيس وأعضاء مجلس أمناء كلية البحرين التقنية وهيئتيها الإدارية والأكاديمية في تحقيق رسالة الكلية وأهدافها. من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لكلية البحرين التقنية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم سموه للمؤسسات التعليمية وتعزيز دورها في مسيرة العمل التنموي، مؤكدا الحرص على تنفيذ استراتيجية بوليتكنيك البحرين وفق البرامج والخطط الموضوعة بما يحقق المردود الإيجابي على الطلبة، مشيرا إلى ما توليه الكلية من اهتمام بمواكبة أساليب التعلم الحديثة بما يعزز من كفاءة القدرات الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل.